من جديد نطل عليكم من منصة طرطوس التربوية، معكم المعلمة براء نافت أحمد من مدرسة الشهيد علي محمود حسن صف السعيد للالتحاق بالمدرسة، ومعي الأطفال. لنتعرف على أسمائكم. سيلينا علي نصر، لينا سيمي سليمان، هادين وصنصر، غادة وسيمي سليمان. أهلا وسهلا بكم. ما رأيكم أن نذهب برحلة إلى حديقة الحروف؟ نعم. لنتعرف على صديق جديد. هل أنتم جاهزون؟ نعم. نشاط بإشراف الموجه التربوي علي سليمان والموجه التربوية ميرفان ألاني. الآن يا صغاري، ما رأيكم أن نستمع معا إلى قصة جميلة؟ هل أنتم جاهزون؟ نعم. زار زياد مزرعة جده في القرية. شاهد أشجارا كثيرة ومختلفة. سأل جده عن أسماء هذه الأشجار فأجابه: يا صغيري، هذه شجرة الكرز، وهذه شجرة الزيتون. هل تعرف ما الذي نحصل عليه من شجرة الزيتون؟ نعم يا جدي، لقد عرفت ذلك في روضتي، إنه زيت الزيتون. نعم يا زياد، أحسنت. استمتع زياد بمشاهدة بعض حيوانات المزرعة كالإواز. قضى زياد وقتا رائعا ومفيدا، وودع جده ووعده بزيارة أخرى قريبا. هل أعجبتكم القصة؟ نعم. قصة جميلة. ما اسم صديقنا في القصة؟ ما اسمه بطل زياد. القصة؟ زياد. زياد، نعم. لنرى ذلك. اسم بطل قصتنا زياد. زياد. ترى ما صوت الحرف الذي بدأنا به؟ زياد. يا أول كلمة. يا غادة. أمشي أنا. زياد. نعم أحسنتي. زياد. ما الأشجار التي رآها زياد في المزرعة؟ ما الأشجار التي رآها زياد في المزرعة؟ الكرز. الكرز والزيتون. نعم. أحسنتي يا غادة، أحسنتي يا نين. شجرة الكرز والزيتون. كرز. زيتون. ترى ما صوت الحرف الذي بدأنا به كلمة زيتون؟ زيتون. سينا. زيتون. زيتون. بدأنا بصوت ز. نعم. أحسنتي يا هدين. إذن من سيقول ماذا نستفيد من شجرة الزيتون؟ زيتون. نصنع من الزيتون زيت الزيتون. زيت. زيت. ما صوت الحرف الذي بدأنا به كلمة زيت؟ يا أول كلمة. صوت الحرف ز. أحسنتي، أحسنتي يا رائعة، أحسنتي. إذن يا صغاري، هل عرفتم الآن من هو صديقنا لهذا اليوم؟ حرف الزاء. نعم، صديقنا لهذا اليوم هو حرف الزاء. حرف الزاء، اسمه حرف الزاء. حرف الزاء. معا، ما اسمه؟ حرف الزاء. أحسنتم يا رائعون، حرف الزاء. صوته الزاء. نعم، أحسنتم، أحسنتم يا رائعون. كيف نكتب حرف الزاي؟ سنشاهد معا. نبدأ من الأعلى إلى الأسفل بشكل منحني وفوقه نقطة. نعيد مرة أخرى. نبدأ بشكل منحني وبخط منحني وفوقه نقطة. نعم. أيضا للمرة الأخيرة بشكل منحني وفوقه نقطة. الآن لنتعلم حرف الزاي مع الحركات أو مع المدود القصيرة التي هي فتحة
ضمة كسرة. نكتب حرف الدال ونكتب فوقه فتحة ونقول ز ز ز ز. نكتب حرف الزاي زو ونضع فوقه ضمة ونقول زو 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 زو, زو. نكتب حرف الزاي ونضع تحته كسرة ونقول زي زي. نعم، ماذا نرى في هذه الصورة؟ زيتون. ز ز زيتون. نعم، إنه زيتون. ز ز زيتون. ما الحرف الذي بدأنا به كلمة زيتون؟ ز ز ز زيتون. ز. ما هو يا غادة؟ أول كلمة. أول الكلمة. ما اسم الحرف؟ في أول حرف زاي. حرف الزاي. نعم، جاء في أول كلمة. هل هو منفصل أم متصل؟ منفصل. نعم، إنه منفصل. منفصل. هذا بطل قصتنا لهذا اليوم. ما اسمه؟ زياد. 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 نعم، زياد. زياد. ما الحرف الذي بدأنا به كلمة زياد؟ يا سيلينا. حرف زاي. حرف الزاي. نعم. الآن ما هذه الشجرة؟ كرز. شجرة الكرز. شجرة الكرز. نعم، الكرز. كرز. كرز. أين جاء حرف الزاي في كلمة كرز؟ آخر الكلمة. في آخر الكلمة. أحسنتي. نعم، إذن كرز. حرف الزاي جاء في آخر الكلمة. ما هذا؟ زهور. نعم، أحسنتي يا غادة. هذه زهور. زهور. ترى ما الحرف الذي بدأنا به كلمة زهور؟ الزهور. أول كلمة. زاي زاي. زو زو. زهور. زهور. ماذا نرى في هذه الصورة يا هديل؟ زيتون. زيت الزيتون. نعم، إنه زيت. ز ز زيت. أيضا جاء بأول الكلمة. والآن يا صغاري سنتعلم كيف نرسم شكل حرف بالشكل الصحيح. هذا هو، انتبهوا إلي جيدا. نبدأ بالشكل المفرغ. نبدأ هكذا من الأعلى بشكل منحني ونضع النقطة، ومن ثم بالشكل النافر الجميل. لقد أعددته لكم، هل أعجبكم؟ نعم. من الأعلى هكذا بشكل منحني ونضع فوقه نقطة. لنبدأ العمل. أنا أعطيه السوداء. أنا أعطيه الزرقاء. نعم، شكرا. حفظ. نبدأ. هيا. لا، نبدأ من هنا أولا ومن ثم نضع النقطة. نعم، أحسنت يا بطلة، رائعة. هيا بنا. أيضا هيا يا لين. نعم، أحسنتم. ما رأيكم الآن أن نرفع أصبعنا إلى الأعلى ونرسم حرف الزاي؟ هيا بنا بشكل صحيح، ومن ثم نضع النقطة. الآن في الصورة الأولى ماذا نرى؟ زيتون. زيتون. ز ز زيتون. سنجرد الآن حرف الزاي. أين جاء حرف الزاي في كلمة زيتون يا هديل؟ أول كلمة. نعم، أول الكلمة. لنرى. زياد. نعم، ز ز زيتون. انظروا، جاء، هل هو بشكل منفصل أم متصل؟ منفصل. منفصل. هذا هو حرف الزاي بشكله الكامل، بالشكل المنفصل. زياد. أعيدوا. زياد. نعم،
أين جاء حرف الزاي هنا يا غادة؟ بأول الكلمة. نعم أحسنتي. هل هو متصل أم منفصل يا سيدة؟ منفصل. منفصل نعم. منفصل. هذا هو أيضا صديقنا حرف الزاي بشكله الكامل. إذا ماذا نرى في هذه الصورة يا لين؟ زيت. زيت. زيت نعم. زيت الزيتون. زيت. أين جاء حرف الزاي هنا؟ أين جاء يا أول كلمة؟ أول كلمة. أول كلمة. أم منفصل؟ منفصل. لنرى. الآن ما هذه الصورة؟ زهور. أحسنتم. زهور. إذن جاء حرف الزاي هنا. أين جاء؟ بأول الكلمة. نعم جاء بأول الكلمة. الآن سنعيد وأنتم ستعيدون خلفي مع. هل فهمتم؟ زيتون. زيتون. أحسنتم. ز زيتون. ز زيتون. زي زياد. زي زياد. زيت. ز زيت. زهور. زهور. نعم عمل رائع. ما رأيكم أن نلعب معا لعبة جميلة؟ جاهزون؟ نعم. نبدأ. إنها لعبة المثلجات. نعم. المثلجات اللذيذة. أنتم جاهزون؟ نبدأ من الكلمة الأولى. أنا سأقرأها لكم. زيتون. 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 حرف الزاي هنا هل هو متصل أم منفصل؟ منفصل. منفصل. أحسنتم. وهل هو بأول الكلمة أم بوسط الكلمة أم بآخر؟ بأول الكلمة. أول الكلمة. هنا هذا الكوز حرف الزاي وسط الكلمة، وهنا حرف الزاي بأول الكلمة منفصل، أما هنا متصل. ترى أين سنضع كلمة زيتون؟ عند المتصل أم عند حرف الزاي المنفصل؟ منفصل. لنرى. هدير. واو رائع. الآن سأقرأ لكم هذه الكلمة. مزرعة. 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 ترى هل هو بأول الكلمة؟ لا. بوسط الكلمة. نعم. هل هو متصل أم منفصل؟ منفصل. متصل. متصل. إذن إلى أين سنأخذه؟ إلى هنا؟ إلى المتصل. البوم. نعم. نعم عمل رائع. الآن هذه الكلمة حلزون. حلزون. ترى أين جاء حرف الزاي هنا؟ بوسط الكلمة. هل نأخذه إلى المنفصل؟ إلى المتصل بوسط الكلمة؟ متصل. متصلة. هيا يا حلزون. الآن ز ز زرافة. أين جاء حرف الزاي هنا؟ بأول الكلمة. أحسنتم. بأول الكلمة. إذا اذهب إلى أول الكلمة فصل. نعم. مسمار. أين جاء حرف الزاي هنا؟ بوسط الكلمة. بوسط الكلمة. هل جاء بأول الكلمة؟ بوسط الكلمة. هل هو متصل أم منفصل؟ متصل. متصل. إذن نعم. الآن ز ز زيد. أين جاء حرف الزاي؟ أول كلمة. متصل أم منفصل؟ منفصل. منفصل. دائما حرف الزاي في أول الكلمة يأتي منفصلا. لنرى. نعم. لنرى. خلص. أحبتي لنقرأ حرف الزاي مع المدوء والحركات. جاهزون؟ نعم. ز ز زي فتحة. ز ز ز. أعيدوا. ز زي فتحة. ز ز ز. نعم. ز
زي ألف زا زا. نعم. انتبهوا إليها. زي ضمة الألف والواو والياء هي ماد طويل زي كسرة زي كسرة أحسنتم. أين نضع الكسرة؟ تحت الحرف أم فوق الحرف؟ تحت الحرف. نضعها تحت الحرف. نلفظها والآن زا 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 زو 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 زي 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 زي. نعم. أذكروا كلمات تحتوي صوت حرف الزاي في أول الكلمة. من سيعطيني كلمة فيها صوت حرف الزاي في أول الكلمة يا غادة؟ زرافة. زرافة. أحسنتي، رائعة. أيضا لين؟ زيتون. زيتون. نعم. هديل؟ زعتر. زعتر. نعم. هل تحبين الزعتر؟ إنه لذيذ. زيت. أيضا زيت. زيت. زيتون. نعم. زيتون. أحسنتم. الآن ماذا سنفعل؟ سنقوم بقص حرف الزاي بأول كلمة من هذه الكلمات. لدينا أول كلمة، ما سيحاول قراءتها؟ يعني زال منفصلة. رأي الكلمة؟ زيت. زيت. نعم، هذا هو حرف الزاي، سنقوم بقصه وأنا سأساعدكم. وأيضا ما هذه الكلمة؟ زعتر. نعم. الآن الفريق الأول سيقوم بقص. هيا يعني هذا هو القص. هيا لنقص حرف الزاي الأول الكلمة. نعم. اكملي يا هدي. يا ساعديها يا سيلينا، دعيها تساعدك قليلا. هيا يا سيلينا. رائع. هذا هو صديقنا لهذا اليوم. هل رأيته؟ نعم. زعتر. هكذا. أحسنتي. الآن هذا هو صديقنا لهذا اليوم. انتبهوا إلي جيدا. زي. هو عمل. ما هي هذه الورقة؟ نرى. أحوط حرف الزاي بشكله الكامل في أول الكلمة. سنقوم بتحويط حرف الزاي بشكله الكامل في أول الكلمة فقط. انتبهوا. هيا يا صغاري. نعطيني هنا هون. هون هون. أحسنتي، عمل رائع. زيتون. نعم. زهور. زهرة. زيت. زيت. ما هذا؟ جزر. جزر. هل جزر في أول الكلمة؟ هل رائحة جزر في أول الكلمة؟ أحسنتي. عملنا صحيحا. نعم يا هدي.
رائع. لنرى. زق زق زيتون كما فعلتم تماما. زق زق زهرة. زق زق زيت. ما هذا؟ جزر. جزر جزر. هل كلمة جزر تحتوي على صوت حرف الزاي؟ لا. جزر. ما رأيك؟ نعم. بسط الكلمة. نعم. هي تحتوي على صوت حرف الزاي ولكنه بوسط. بوسط الكلمة. بأول كلمة. انتهت رحلتنا لهذا اليوم أحبتي. شكرا لكم. أراكم بخير إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.